هذا الدرس ان شاء الله حرف الزاي وراح نعرف صوت الزاي. اذا صوت الاس شنو صوت الاس؟ صوت الزاي صوت اس. حرف الزاي صوت اس. حرف الزاي صوت اس. حرف الزاي صوت اس. حرف الزاي يشبه منو؟ يشبه يا فاكهه عندنا، يشبه الفاكهه الموزعه. كذلك هذا الحرف مالتنا يشبه حرف الراء، بس عليها شنو؟ عليها كلمة وز. وز الوز اللي هو هاي ده شوف
تشوفوه بالصورة راح أشير لك عليه. هاي وزة، وزتان، وهاي ثلاث وزات، نسميها مجموعة. عارفية بالشطور هي البطة نسميها وزة. هذا الوز، هذا الطفل شنو اسمه؟ هذا اسمه زيد، هذا الولد بالأصفر اسمه زيد، شنو اسمه؟ زيد. زيد. وهذه البنية شنو اسمها الحلوة؟ اسمها زينب. زوج زوج زوج. أضيف
زيدون زيدون دون زيدون احسن. هسه راح نكتب كلمة زيدون اذا فتحة زد زد انتبه ماما زيدون يشبه كلمة زيد فقط اضيف له اون زين يعني راح اعيد كلمة زيد نفسها فقط اضيف له اون واو ونون راح يصير عندي كلمة زيدون اذا يقول لك نزول
زيدون. أضيف لحرف ال راح يصير كلمة زيدون. أحسنت حبيبي. هسه راح نقرأ الدرس مالتنا. وز 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 يلا مع بعض. وز 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 دادا زينب دادا زينب دادا زينب دادا زينب وز 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 زي زيد زي زيد زورق زيدون قريب زورق زيدون قريب نزور دار زيدون نزور دار زيدون نزور دار عاشت ايدك يا بطل عطي صبولة علاوي بطل.